في خان يونس ورفح مرورا بمخيم النصيرات وصولا إلى بيت لاهية، الوضع سيان، قصف وغارات وإصابات لا تنتهي، وضع إنساني أقل ما يقال عنه كارثي وأكبر مما يمكن أن تستوعبه المستشفيات، وضع صحي يزداد قتامة مع خروج أكثر من 80% من مستشفيات غزة عن الخدمة وتزايد أعداد الشهداء والمصابين. مستشفى كمال عدوان كباقي المستشفيات يعاني من شح في الموارد والمعدات الطبية ونفاذ الوقود. نعمل بالحد الأدنى في تقديم الخدمة الصحية في مستشفى كمال عدوان، وهذا يعني ناجم عن انحسار مطلق على المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة وغزة، وفي ظل ما يجري من اجتياح لشرط مدينة جباليا، وتم يعني وصول أعداد كبيرة من المصابين ومن الشهداء، طبعا هذا يستنزفنا يعني في المستهلكات الطبية. مستشفيات تئن تحت وابل القصف الإسرائيلي، طواقمها الطبية تتخوف من أن تكون عرضة لما لحق بمجمع الشفاء الطبي. الكل يعاني من عدم الحصول على الرعاية الصحية أو الجراحية اللازمة بسبب قلة المعدات، فضلا عن عدم قدرة توصيل المصابين إلى المستشفى، فنحن هنا للمساعدة ولكن لا أحد يستطيع جلب المصابين إلينا. قطاع تزداد معاناته للشهر الثامن على التوالي من الحرب، خاصة بعد قطع الطريق أمام المساعدات الحيوية من الدخول عبر المنافذ البرية، إغلاق ينبئ بكارثة صحية حقيقية وفق منظمة الصحة العالمية.